ازيكم، انا عمر عربي، وفي الفيديو ده هوريكم اذا عملت طاجن كفته داوود باشا. اول حاجه حطيت بصله متوسطه في الكبده وعليها قرن فلفل احمر حراق. لو مش عايزينها حراقه ممكن تبدلوا بفلفل احمر بارد او حتى فلفل اخضر. انا استعملت الاحمر عشان يخلي اللون اقوى في الاخر. بشرت البصل والفلفل في الكبة على بولسوس كده، عشان الكمية قليلة شوية على مساحة الكبة اضطريت في النص اني اوقف واقرب القطع الكبيرة اللي ما اتبشرتش للبليدز بتاعت الكبة واكمل بشر لحد ما البصل والفلفل يتبشروا حتت صغيرة خالص كده. هتلاحظوا الفلفل الاحمر بيخلي الخليط كله يحمر، وده اللي انا عايزه. اللحمة اللي استخدمتها هي لحمة مفرومة بقري، اي نسبة دهن تنفع بس بلاش الحمرة خالص. حطيتها في بولة وجبت البصل والفلفل اللي بشرتهم وعصرت شوية شوية بايدي كده قبل ما احطهم على اللحمة. بحاول على قد ما اقدر اخلي الفلفل والبصل اللي حطوهم على الكفته ما فيهمش اي ميه. بعد كده حطيت معلقه صغيره من الحاجات دي، ملح، فلفل اسود، بهارات مشكله، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره مليانه او معلقتين دقيق. بعدين عجنت كل المكونات دي في بعضها كويس جدا. العجينه دي ممكن يتزود لها بقسماط ناعم وبيض وبقدونس، بس انا بحسها في الطريقه دي من غيرهم احلى. لما امتزجوا ببعض كويس بدأت أشكل الكور. أنا حطيتها في طاجن بايركس عشان كل حاجة تبان في التصوير، بس الأحسن تستخدموا حاجة تانية عشان هنزودها سوائل في النص، وممكن أي غلطة بسيطة في الخطوات دي تخلي طاجن البايركس يتكسر. عملت الكور على قد كور الجولف كده. اعملوا الكور أكبر شوية من الحجم اللي بتحبوه عشان حجمها هيصغر بعد ما تستوي. كمان ممكن لو حابين تعملوها صوابع بدل الكور مش هتفرق. لما خلصت الكمية سبتها شوية على ما عملت الصلصة. في خلاط حطيت 4 طماطميات صغيرين، وعشان عايز الصلصة كمان حراقة حطيت قرن فلفل تاني وحطيت شوية مية صغيرين وضربت لحد ما بقوا عصير. وقبل ما اعمل الصلصة على النار شغلت الفرن عشان يسخن، وفوق البوتاجاز سيحت معلقة كبيرة سمنة على نار هادية وحطيت فيها فص توم مهروس وقلبت لحد ما بدأ التوم يصفر. بعدين صفيت عليها عصير الطماطم والفلفل اللي عملته وزودت حوالي 1.5 كوباية مية، وحطيت عليهم 2 كبار صلصة أو معجون طماطم، وحطيت كمان 0.5 معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود ونص مكعب مرقة لحم. لو مش عندكم ممكن تستخدموا مرقة دجاج. عادة كمان بزود 0.5 معلقة سكر عشان تظبط الأسيديتي، بس بصراحة نسيت المرة دي. قلبت كل حاجة كويس وسبتها تغلي على نار بين الهادية والمتوسطة دقيقتين بس، مش لازم تتسبك بالكامل عشان هتتسبك مع الكفتة جوه الفرن. بعد الدقيقتين طفيت النار على الصلصة بس سبتها فوق البوتاجاز عشان حرارة الفرن تحافظ عليها سخنة، ودخلت طاجن الكفتة في الفرن كنت مسخنه على درجة حرارة 220. بعد ربع ساعة في الفرن الكفتة بقت تقريبا نص سوا، طلعتها من الفرن وحطيت عليها الصلصة. دي الخطوة اللي بسببها حذرت من استخدام البايركس عشان انواع كتير منه لما بتخرج من الفرن ويتضاف لها سائل بتتكسر او تنفجر. كمية الصلصة بقى اللي تزودوها هنا حسب الرغبة، انا بحب شبه اغطي الكفتة بالصلصة. بعد كده دخلت الطاجن تاني في الفرن ووطيت درجة الحرارة ل 180 وسبتها تستوي نص ساعة كمان على نار هادية. في النص ساعة دي الصلصة بتتسبك والكفتة بتاخد من طعم الصلصة وتدي من طعمها هي للصلصة. بعد كده طلعتها من الفرن، ممكن تتاكل جنب اي حاجه، رز او مكرونه. انا بحب اعملها سندوتشات في عيش بلدي، بحط فيه بقدونس والكفته والفه كده واكله من غير طحينه ولا اي حاجه. ممكن بس اعمله ديب في الصلصه بتاعته كده، بس لو كان حد هياكل معايا ما كنتش عملت ديبنج في الطاجن على طول كده، كان ممكن اخد شويه صلصه في طبق على جنب عشان محدش يعرف. وبس كده كان طعمها رهيب ومشطشطه زي ما بحبها بالظبط. جربوها وقولوا لي رايكم، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الانستغرام. ولو وصلتوا للنقطة دي في الفيديو شكرا جدا انكم بتتفرجوا للآخر.